فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل عن كيفية التفريق بين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عادة أو فعله عبادة، هل هناك أمور معينة يفرق بها بذلك؟ نعم، ما قصده وذهب إليه، ما قصده وذهب إليه هذا يدل على أنه عبادة، أما ما وقع منه مصادفة ولم يقصده فهذا من باب العادة. نعم نعم.